كوبايتك البني والترابيزة البني. حاضر. روح أبطل الفتلة بيضة من عندي. من ما بتتعملي معاك هيدا في إمكانيات. بشتغل في مجال البامبو بادئ فيه بقالي سنتين، ما طورتش فيه إلا من 3 أشهر بالظبط. تعلمت المهنة في نور الأمل لمدة 13 سنة، وأنا اللي علمت جوزي المهنة ديت والحمد لله اتوفقنا فيها. بداية المنتج بنعمله، في منتج بتعمله على اسطمبة، وفي منتج بنعمله نجارة، وبعد كده بنشغله. عبارة عن بامبو، طريقة النجارة، القوايم والاسطمبات، وبعد كده طريقة الجدي، وبعد كده الفينش الأخير التندلة بس، والإيدين بتاعته ده لو ثبت بلكونة أو ثبت عادي أو أي باسكت. بتاخد وقت حسب حسب الحاجة اللي في إيدينا، ممكن ياخد يومين، ممكن ياخد يوم ونص. الصعوبات اللي بتقابلنا التسويق والخامة. صراحة عندك كم ولد؟ 4. ماشي. وهتدق على ايدك. عليك يا ولد. دق محمود. امسك الخشب. ايه. ادي له واحد تاني. ايه اللي باين؟ طريق ده محل الهدايا، اداه منزليه. قابلتنا صعوبات ان كان اهلها مش موافقين، ازاي 2 مكفوفين هيتجوزوا بعض ويعيشوا مع بعض وياكلوا ويشربوا ازاي ويخدموا نفسهم؟ ماشي، انا قلنا لهم محدش مسؤول عننا، احنا نبقى مسؤولين عن نفسنا، والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نقوم بكل حاجة بشغل البيت، وبعد كده تربية الاولاد بنفسنا الحمد لله. لا في الشارع، المجتمع اللي حوالينا زي ايه؟ بيبص لنظرة المكفين اللي هي اعاقة، بس المكفين مش اعاقة. بص مين خد السرير اللي انت حضرتك عايزه؟ لا احنا عايزينها بشكل تاني. طعم الكحول عليك والله. ماشي يا عم، ربنا يسلمك. يلا سلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. طعم الكحول عليك والله.